يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: التوسل بشهادة أن لا إله إلا الله، فيقول القائل: أسأل الله بحق لا إله إلا الله أن يشفيك، هل هذا مباح؟ هذا حق اتركها، تقول أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، تقول كذا، يتوسل إلى الله بالتوحيد، كما قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توسل إليه بالتوحيد وباعترافه بخطأه، فاستجاب الله دعاءه. فأنت ما تقول بحق لا إله إلا الله، قل أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، نعم، أو بأني أشهد أن لا إله إلا الله، نعم.